أقامت الكنيسة القبطية قداس خميس العهد وهو ذكرى العشاء الأخير للمسيح مع تلاميذه وفقا للإنجيل الكنسي. وترأس البابا طوادوس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية صلاة طقس باكر والبصخة المقدسة لأول مرة من قداس خميس العهد بدير ماريمينا العجيبي بصحراء مريوط. ومن ثم يترأس البابا طوادوس صلاة طقس اللقان الذي يصلى في الكنيسة للمرة الثانية هذا العام بعيد الغطاس، ثم يصلي البابا أخيرا صلاة القداس الإلهي.